السلام عليكم يا خي. وعليكم السلام. حياك الله يا خي. يا خي تايدي الطفل يتيمة؟ الله خليكم يا لك فضل. خيتين عندكم كم ولد؟ ستين. الله يحفظهم ويطول بأعمارهم إن شاء الله. يا خي مين مقدم لكم؟ مين بساعدكم؟ بعين الله يا خي. بعين الله إن شاء الله. يا خي نحن الآن سوف نقوم بتقديم كفاية يتيم لهذه الطفلة. اسمك أمورة؟ آية. للطفلة آية؟ الكفالة رقم واحد مقدمة بتبرع كريم سخي من الأخ الفاضل محمود عرار. اللهم آمين يا خيط. اللهم آمين يا رب. حياك الله يا رب. تم الآن تسليم الكفالة من الأخ محمود عرار لهذه الطفلة في هذا المركز للأيتام بتبرع كريم مثل ما قلنا من محمود عرار، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار الإصبعين السبابة والوسطى، وذلك لقرب ومتانة كافل اليتيم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يا أخي هذه الكفالة الأولى بتكون عون لكم وبتساعدكم إن شاء الله. الله يجزيكم خير يا الله يسلم.